بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أسألكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثتها إحدى أخواتنا المستمعات من هناك، تقول أختكم في الله ألف سين. أختنا عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقات مضت، ولها بعض الأسئلة في هذه الحلقة، فتسأل وتقول: شيخ صالح، كنت أصلي العشاء ثم ركعتي الشفع، وفي الليل أصلي ما شاء الله لي ركعتين ثم أختم بالوتر 3 ركعات، أصليهم ركعتين ثم ركعة، لكني سمعت أن صلاة الوتر 1 ركعة، فأصبحت أصلي العشاء ثم أنوي صلاة 2 ركعة على أنها نافلة صلاة الليل، وفي الليل أقوم لأصلي ثم أختم بركعتي الشفع ثم ركعة الوتر. أرجو التوضيح أيهما صواب، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الركعتين اللتين بعد صلاة العشاء يكونان راتبة العشاء، لأن راتبتها بعدها، فهي من السنن الرواتب التي مع الفرائض. وأما صلاة الليل فإن شاءت أن تقدمها قبل النوم إذا كانت لا تثق من قيامها في آخر الليل، تصلي ما تيسر لها ثم تختم ذلك بالوتر، لأن تصلي 2 ركعة شفعا ثم تأتي لركعة الوتر وهي الثالثة. وإن كانت تثق من قيامها في آخر الليل فإنها تؤجل الصلاة إلى آخر الليل، لأن هذا أفضل، وهو وقت النزول الإلهي، ولتكون من المستغفرين بالأسحار، فتقوم من آخر الليل وتصلي ما تيسر لها ثم تصلي 2 ركعة ثم تأتي بركعة الوتر بعدهما، ويكون ذلك ختاما لصلاتها في آخر الليل. وكلا العملين جائز وفيه فضل ويدرك به قيام الليل، ولكن العمل الثاني الذي يكون في آخر الليل أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في أحد أيام رمضان طهرت فتاة قبل الفجر، لكنها اغتسلت صباحا وكانت قد نوت الصيام، فهل صيام هذا اليوم صحيح؟ صيام اليوم صحيح إذا انقطع عنها الدم قبل طلوع الفجر ونوت الصيام قبل طلوع أو مع طلوع الفجر، فإن صيامها صحيح، ولكن يجب عليها أن تغتسل قبل الفجر من أجل الصلاة، لأنها إذا طهرت قبل الفجر وجبت عليها صلاة المغرب وصلاة العشاء جمع تأخير، لأنها في حكم المعذورين، فيجوز لها الجمع في هذه الحالة، فتغتسل قبل الفجر وتصلي المغرب وتصلي بعدها العشاء ثم تنوي الصيام عند طلوع الفجر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وجدت الفتاة نفسها طاهرة في الصباح ثم اغتسلت ولم تكن قد نوت صيام ذلك اليوم على أساس أنها لا تعلم أنها سوف تطهر فيه، فهل يصح صيام ذلك اليوم؟ هذه الحائض إذا طهرت في أثناء النهار في أولها وفي وسطها وفي آخر تنوي الإمساك بقية اليوم، يجب عليها الإمساك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم من أيام أخر، لأنها لم تصمه كاملا ولم تنوي الصيام من الليل، فهو صيام غير كامل فتقضي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما تكون لنا حاجة فإننا نقرأ سورة ياسين وندعو عملا بالحديث ياسين لما قرأت له، فهل هذا صحيح؟ وما صحة الحديث قلب القرآن ياسين فاقرأوها على موتاكم؟ الحديث الذي فيه أنها تقرأ للحاجة هذا لا أصل له، وأما أنها تقرأ عند المحتضر فهذا ورد فيه حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، لكن الحديث فيه مقال وفي صحته خلاف بين أهل العلم، فمن قرأها عند المحتضر فلا بأس، ومن تركها فلا بأس، وأما قراءتها بعد الموت أو عند الجنائز أو في المقبرة فهذا لا أصل له ولا دليل عليه، ويعتبر من البدع. جزاكم الله خيرا. أكون متوضعة ولكن كثيرا ما يخرج
يخرج من اللثة دم كثير، هل هذا ينقض الوضوء؟ وإذا جرحت ونزف من يدي الدم، هل هذا ينقض الوضوء؟ إذا كان الدم يسيرا هذا لا ينقض الوضوء بالإجماع، إذا كان يسيرا. أما إذا كان كثيرا فقد اختلف العلماء، منهم من يرى أنه ينقض الوضوء لأنه نجس خارج من البدن وكثير، نجس كثير خارج من البدن فينقض الوضوء. ومن العلماء من يرى أنه لا ينقض الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصيبهم الجراحات في مغازيهم، ولم يذكر أنهم كانوا يعيدون الوضوء. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه طعن وهو يصلي ونزفت منه الدماء رضي الله عنه، ولم يستأنف الوضوء بل أكمل صلاته رضي الله عنه. وهذا هو الراجح، الراجح أن نزيف الدم ولو كان كثيرا لا ينقض الوضوء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم التطيب أثناء الصيام وما حكم استعمال معجون الأسنان والإنسان صائم؟ التطيب بالعطورات لا بأس به، بالثوب أو بالبدن لا بأس به، أما التطيب بالبخور واستنشاقه فهذا لا يجوز للصائم، لأن الدخان يدخل إلى خياشيمه ويمتد إلى دماغه وإلى منافذ جسمه، ما يعني يكسبه نشاطا ويدخل إلى داخل جسمه، فلا يجوز تعمد شم البخور، وإذا تعمده فإنه يفسد صيامه. هذا ما يقال في الطيب أنه على قسمين، عطورات سوائل هذه لا بأس بها، بخور هذا لا يجوز تعمد شمه، كذلك الطيب المسحوق، الطيب المسحوق مثل مسحوق المسك وغيره مما يتطاير هذا أيضا لا يشمه الصائم لأنه ينفذ إلى دماغه وإلى جوفه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما صحة هذا الحديث صوتان ملعونان، رنة عند مصيبة ومزمار عند نعمة، وهل المقصود بالمزمار، هل المقصود بالمزمار هنا هي الزغاريد، وما حكمها حيث أن كثيرا من النساء يكثرن من الزغاريد في أفراحهم؟ نعم، الحديث فيما أعلم أنه لا بأس به، وأنها هذين الصوتين ممقوتان، صوت عند المصيبة وهو النياحة والعياذ بالله، وصوت عند النعمة وهو صوت الأغاني وآلات اللهو، وهذا أيضا ما محرم لأنه يدل على كفران شكر النعمة، ويدل على الأشر والبطر، والواجب على من أنعم الله عليه أن يشكر الله عز وجل ولا يقابل هذه النعمة بالمعصية. وأما الزغاريد فهي من الأمور التي اعتادها بعض النساء، فلا تجوز لأنها تظهر صوت المرأة ويسمعها الرجال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، إذن هل هي المقصودة أو هي مقصودة مع غيرها شيخ صالح؟ لا، هي محدثة ما كانت معروفة، ولكنها ممنوعة من ناحية أن صوت المرأة قد يسمعه الرجال. بعض النساء لديهن زغاريد مسجلة على أشرطة ويستعملنها في الأفراح، ما رأيكم فيها شيخ صالح؟ رأيي أن تتلف هذه الأشرطة، وهذه الزغاريد كما ذكرنا أنها لا خير فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الخاطب، وهل لذلك عدد محدد؟ نرجو التوضيح. وهل إذا تم العقد يجوز لها أن تجلس دون نقاب، أي كاشفة لوجهها وتجلس أمامه؟ جزاكم الله خيرا. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للخاطب، بل أمره أن ينظر إلى مخطوبته، ينظر منها ما يراقبه فيها، فأن ينظر إلى وجهها وكفيها، ويكون ذلك بحضرة محرم من محارمها، ويعني مع عدم الخلوة، يكون ذلك مع عدم الخلوة بها، هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا عقد عليها عقدا صحيحا سوفيا للشروط والأركان فإنها تصبح زوجته، له أن يخلو بها وله أن ينظر إليها، بل له أن يجامعها أيضا لأنها زوجته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، بعض النساء تعرض شعرها أيضا للخاطب، وربما تجملت بهذه المساحيق التي وردت أخيرا شيخ صالح، لعل لكم إضافة يحفظكم الله. لا بأس بذلك، إنها تكشف رأسها عنده أو وجهها من أجل أن يعرف صفتها ويتبين حقيقتها، فإما أن يقدم على الزواج بها أو أن يتركها. وأما المساحيق التي يكون فيها تغرير وفيها خديعة، نعم، فإنها لا تجوز. أما المساحيق العادية، نعم، فلا بأس بها. جزاكم الله خيرا. الحد الذي يجب أن تقف المخطوبة عنده حتى لا تري الخاطبة غيره شخصا، كما
ذكرنا لها أن تكشف وجهها وكفيها نعم. وشعر رأسها عنده طيب. لأن هذا مما يرغبه فيها نعم. ويجب أن تقتصر على هذا فقط شخص هذا؟ لا يجوز لها كشف ما زاد عن ذلك لأنه لا حاجة إليه والأصل أنها عورة الله. وإنما رخص في كشف هذه الأشياء الاحتياج إلى ذلك ويقتصر على قدر الحاجة نعم. جزاكم الله خير. تقول صاحبة هذه الرسالة ما حكم صلاة الرجل مع الجماعة؟ هل هي فرض أم سنة؟ وهل إذا صلى الرجل جماعة مع زملائه في العمل سقط عنهم ذلكم الإثم إن أثموا بترك الجماعة أم لا بد من ذهابهم للمسجد؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الجماعة واجبة على الرجال وجوبا عينيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق وإن الرجل لا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فوصفهم بالنفاق لتخلفهم عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين في بيوتهم عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار وهذه عقوبة شديدة تدل على أنهم فعلوا محرما وتركوا واجبا. وأما صلاتكم في العمل فإن كان المسجد قريبا منكم وتسمعون الأذان وجب عليكم أن تصلوا في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى يعتذر إليه ويطلب منه أن يأذن له أن يصلي في بيته لما يلقى من المشقة بينه وبين المسجد وهو أعمى. قال صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. كل هذه أدلة واضحة على وجوب صلاة الجماعة أنها تجب في المسجد لمن سمع النداء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤالها شيخ صالح إذا صلوا في العمل سقط عنهم الإثم أو لا؟ إذا كانوا يسمعون الأذان والمسجد قريب منهم لم يسقط عنهم الإثم لأن تجب عليهم الإجابة والذهاب إلى المسجد. من المعلوم شيخ صالح أن المؤذن يسمع الآن من مسافات بعيدة نتيجة لمكبرات الصوت التي تصل إلى عدد من الكيلومترات. لعلكم إضافة شيخ صالح. المراد بسماع الأذان الذي يوجب الحضور نعم. هو الصوت المجرد أما بواسطة مكبر الصوت فهذا يسمع من بعيد فالبعيد لا يجب عليه الحضور ولو سمع صوت المكبر لولا هذا المكبر ما سمع نعم. لكن على كل حال نعم نعم مهما تكلف المشقة وحضر نعم. فإنه على أجر عظيم. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم إطلاق اللحية للرجل وما حكم من يقوم بحلقها؟ إعفاء اللحية للرجل أمر واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بإعفاء اللحى وإكرامها وإرسالها وتوفيرها ونهى عن حلق اللحى والتشبه بالمجوس، تشبه بالمشركين. قال صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أعفو اللحى وجز الشوارب. فحلقها حرام فيه تشبه بالكفار ولأنه مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفائها لأنها علامة فارقة بين الرجل والمرأة وهي جمال للرجل نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من يقوم بحلقها تسأل عن حكمه شيخ صالح؟ حكمه أنه آثم تتب لمحرم يأثم به نعم. رجل لا يواظب على صلاة الجماعة هل يجوز رفضه إذا تقدم لخطبة فتاة؟ نعم. الذي لا يحافظ على صلاة الجماعة ليس كفؤا أن يتزوج المرأة المسلمة المحافظة على دينه لأن من تساهل في صلاة الجماعة تساهل في الصلاة وربما يتركها نهائيا نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذين يرفضون إذا ما تقدموا لخطبة فتاة من هم شيخ صالح غير هذا الذي لا يحافظ على الصلاة مع الجماعة؟ الذي يرفض هو الذي ليس كفؤا للمرأة لأنه ناقص في دينه أو ناقص في مروءته وأمانته. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالذي
ليس متمسكا بدينه، بل هو محرط في دينه ومضيع في بعض الواجبات أو مرتكب في بعض المحرمات ومصر على ذلك، هذا ليس كفؤا للمرأة المسلمة. وكذلك سيء الخلق الذي يسيء إلى المرأة ويعاملها معاملة قاسية سيئة، هذا ليس كفؤا للمرأة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يا أختنا في الله ألف سين من جمهورية مصر العربية، البرنامج في انتظار المزيد من أسئلتك ورسائلك، جزاك الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع فهد العوضات من الأردن، يسأل ويقول: هل طواف الوداع في العمرة واجب أم سنة؟ جمهور أهل العلم على أنه لا وداع للعمرة، لكن إذا طاف للوداع فهو أحوط وأحسن وأتم، وإلا فالوجوب ليس بواجب، لأن الطواف الوداع إنما هو من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر به الحجاج ولم يرد أنه أمر به المعتمرين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز الصلاة في المقابر؟ لا تجوز الصلاة في المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور ونهى عن اتخاذها مساجد، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك والغلو بالقبور. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حظي صلاة الجماعة بنصيب كبير من الأسئلة في هذا اللقاء شيخ صالح، من داخل المملكة ومن خارجها. فهذه مستمعة تقول: راي عين من الخرج، تقول عن نفسها: أنا امرأة متزوجة ولا يوجد معنا أطفال، وزوجي لا يحافظ على الصلاة مع الجماعة، لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، والظهر ينام ويصليها مع العصر، والمغرب والعشاء يخرج من البيت ولا أدري متى يصلي، وصلاة الجمعة لا يصليها في المسجد، ولقد نصحته كثيرا وأخبرت والدته ونصحوه ولكن لم يسمع النصيحة، وأنا مللت من هذه العيشة معه، أفيدوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذا الذي ذكرت عنده خلل غير ترك صلاة الجماعة، عنده إخراج الصلاة عن وقتها، وإذا أخرجت الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فإنها لا تصح ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، وهو في حكم التارك لها. صلاة الجماعة واجبة، ولكن الصلاة في الوقت هذا فرض على، وهو شرط لصحتها أيضا، شرط لصحة الصلاة، فلا يجوز إخراجها عن وقتها إلا لعذر شرعي من نوم غلب عليه أو نسيان، أو هو يريد الجمع إذا كان ممن يجوز له الجمع، يريد أن يجمعها مع الصلاة التي بعدها جمع تأخير كالمسافر والمريض. الذي يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي لا تقبل منه والعياذ بالله. وأما حالتك معه فلك المطالبة بالفراق، لأن هذا رجل سوء لا يجوز البقاء معه والجلوس معه ومؤاكلته ومشاربته ومعاشرته على هذه الحال، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد المستمعين، يسأل ويقول: طالب بالثانوية العامة، يسأل جمعا من الأسئلة: هل تقبل صلاة المرء في البيت دون عذر، أم من الواجب والإلزام الصلاة في المسجد للحديث النبوي: من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له، وما سبيل التغلب على وساوس الشيطان في الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. هذا سبقت الإجابة عنه، في أنه لا تجوز الصلاة في البيت أو في غيره وترك صلاة الجماعة لمن يسمع النداء، يجب على من سمع النداء أن يجيب المنادي ويحضر لصلاة الجماعة في المسجد، هذا هو الواجب. فمن ابتلي بالتكاسل عن صلاة الجماعة وكان يصلي في بيته يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على صلاة الجماعة في المسجد مع المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثيرا ما نصحت أبي بخصوص عدم ترك الصلاة، وقدمت له الأدلة والأحاديث مبينة لمدى العذاب الواقع على تارك الصلاة، ولكنه ما يزال في ضلاله، هل أنا مسؤول أمام الله عن هدايته بعد كل هذا؟ وهل أكرر النصيحة له ولأصدقائي ومجتمعي فيما يجهلونه من أمور الدين، مع العلم بأن ذلك يسبب لي المشقة والإحراج؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك بذل النصيحة لوالدك ولغيره ممن يتكاسلون عن الصلاة، وألا
تيأس أو تمل، بل عليك الصبر والاحتساب، أنت ماجور إن شاء الله في إنكارك عليهم ونصيحتك لهم، عليك بالاستمرار في ذلك والصبر على ذلك، ولك الأجر العظيم من الله إذا صلحت نيتك. وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن نحن مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل والموعظة ودعوة الناس إلى الخير، هذا من هداية البيان والدلالة، أما هداية التوفيق هذه بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.